انا شايف ان دي اللي دوت يعني منتهى القسوة عليه، بدليل اللي هو يعني ما عملش حاجه تستاهل الكلام ده كله. انا شايف ان الموضوع طبعا ظلم، مفيش حاجه تثبت عليه اي حاجه اللي هو يتحول للمحكمه. يعني هو عمل ايه اصلا؟ استاهل، عمل حاجات كتير ضد الشعب، ما احترمش الدستور، ما احترمش القانون، ما احترمش الشعب ولا اراده الشعب، غير محور الشعب كله، حتى كمان قسم الشعب. هو المنبر الوحيد للشعب هو ميدان التحرير، الثوره قامت في ميدان التحرير، راح اتحاديه بقى قسم الشعب لاهله وعشيرته، وفي ميدان التحرير مش اهله وعشيرته.